هي الثانية، وهي يعني معلومة خلاص اتعرفت من الصبح وتم الإعلان عنها من قبل النادي الأهلي، هو تعاقد النادي الأهلي مع الخبير التشيكي ميشيل بروكيتش كمدير فني لقطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي. وفي الحقيقة خطوة ما كانتش على البال أو ما حدش فكر فيها، ودايما الأهلي بيفكر خارج الصندوق شوية زي ما حضراتكم عارفين كده، بتشوف إيه اللي بيفيدك، إيه اللي هيقدر يساعدك مش بس كفريق أول، لأ أنت كمان بتفكر في قطاع الناشئين تحت، ازاي انا اهل القطاع ده ان هو اقدر اخد من خلاله لاعبين يضيفوا للفريق الاول واقدر استفاد منهم بشكل كبير. طبعا اللقطات اللي حضراتكم بتشوفوها دي هتشوفوها لاول مره من خلال برنامج الترند النهارده، وهي جوله للمدير الفني الجديد لقطاع الناشئين مستر ميشيل بروكيتش في النادي الاهلي مقر الجزيره تحديدا. هو بالظبط وصل فجر يوم الاحد واجتمع واستقبله في البدايه طبعا كابتن خالد بيبو وامير توفيق وكمان كابتن سمير عدلي مدير العلاقات العامه، وقام بالتوقيع على عقود تولي هذه المسؤوليه لمده عامين مع النادي الاهلي. خليني اتكلم مع حضراتكم شويه بخصوص ما يميز هذا الرجل الاضافه بكل تاكيد لقطاع الناشئين. الرجل يعني بيحمل رخصة ويفا برو، وهي أعلى الشهادات التدريبية اللي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمدربين، واللي بتتيح ليهم كمان تولي أكبر الفرق والمنتخبات في أوروبا. كما يحمل التشيكي رخصة مدرب متخصص لفريق أو لفرق الأشبال من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ده يعني كلها شهادات أو رخص مميزة جدا. وخلينا أقول لحضراتكم إن كان في مفاضلة ما بين أكتر من اسم، وتم الاستقرار في النهاية على مستر ميشيل بروكيتش، واكيد ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق. السي في بتاع الراجل ايه؟ الراجل ده شغل منصب المدير الفني للاتحاد التشيكي لكره القدم من 2016 حتى 2018، وكمان كان المسؤول عن فرق الناشئين وساهم في اعداد نظام تطوير اللاعبين وفقا لافضل معايير الاتحادين الدولي والاوروبي ويفا وفيفا كي، بجانب مساهمته مع منتخبات التشيك تحت 17 و19 و21 سنة في حصد العديد من الميداليات ببطولة أمم أوروبا. كمان تولى بروكيتش منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي سلافيا براغ أحد أكبر الأندية في التشيك وأعرقها بكل تأكيد. طيب نتمنى للرب كل التوفيق، وإن شاء الله يقدر يحط استراتيجية تكون جيدة لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. طيب دي يعني لقطات زي ما حضراتكم شايفين كده، لقطه حلوه بصراحه، يا ريت تعيدها لنا ابو سمره تاني وهو ماسك درع نادي القرن، وهي حاجه كانت معروفه بالنسبه له. انا واثق بصراحه ان هو في جولته في اهل الجزيره، وكمان لما شاف البطولات ودولاب البطولات والكؤوس الكتيره جدا جدا في النادي الاهلي اكيد ادى انبهاره يعني في الحقيقه، واكيد كان عنده كم كافي من المعلومات عن النادي الاهلي. النادي الاهلي معروف بشكل كبير جدا على مستوى العالم، خصوصا ان هو نادي القرن في افريقيا وبطولاته وانتصاراته بتتحدث عنه يعني، فاكيد بيبقى معروف لمثل هؤلاء المدربين المميزين، واكيد ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق. طبعا دي لقطه كمان وهو في استاد مختار التتش اللي ان شاء الله باذن الله يقدر يطلع علينا فيه عدد من المواهب في قطاع الناشئين طبقا لاستراتيجيته اللي هيحطها خلال الفتره اللي جايه عشان الهدف يتحقق ويكونوا امداد للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي عشان يستمر النادي الاهلي في مسيرته الناجحه. طيب